نسيب ترابنا وأراضينا، منموت ولا نسيب ترابنا وأراضينا. صح بننجف هالصغار، احنا مش علينا، احنا على هالصغار بس. واحنا بنقول وين بدنا نروح؟ يعني اليوم لقينا النظر وين نقعد فيها، وهي زي ما انت شايف هي التخشيبه، هي بنعملهم لقمه ياكلوها، فيش اللي احنا بقول وين. طب احنا رحنا هلقيت في شط البحر، كيف ايش بدنا نسوي؟ هذا على طول نطول. والله ما احنا عارفين يمه، احنا اجينا من غزة ورحنا عن سيرات، ومن سيرات انقصفنا هناك واجينا هنا، هلقيتها مش عارفين وين نروح، وين بدنا نروح مش عارفين، وفي الاخر بنقول بدنا نضلنا قاعدين، يا برحلونا يا بموتونا. برحلونا على غزة، مش بقولوا اعملوا اجلاء للنازحين؟ احنا غير غزة ما بنروحش، وين بدنا نروح؟ احنا في هذه المرحلة، من هذه المرحلة خايفين كثير، ما فيش إلا مكان إن نروح عليه، يعني الدير برضه مهددة والوصة مهددة جميعها، احنا حاليا مش عارفين وين بدنا نروح، يعني بعد التهديدات واللي صار في رفح هذا في عندنا خوف كبير وقلق كبير، وين بعديها بدنا نروح؟ كيف بدنا نأمن على أطفالنا؟ كيف بدنا نأمن على نسوينا؟ كيف بدنا نطلع سالمين من هذا المربع؟ خيار سينا صعب جدا ان نطلع على سينا، احنا اولاد البلد هذه، وبدنا نضل في البلد هذه وفي الارض هذه وبدنا نموت فيها. سينا مش لنا، سينا الها ناسها. احنا يا بقتلونا هنا يا برجعونا على دورنا، غير هيك ما فيش كلام. مش عارفين، هينا بنستنى رحمة الله، بنقول خذوا حلوا، هاي هم مجموعين بيقولوا في مصر، بنستنى أمل الله. مش عارفين، متحيرين الناس، الناس مش عارفة، مقبوضة، مش عارفة إيش تسوي، مش عارفة إيش تعمل. فبقولوا إيه يلا أنت بتشتري حالي، بقول أنا مش رح لي من هان، أنا بدي أضلني هنا. قالوا اليهود بدنا نستنى انه يعني يجي يقولوا لنا اطلعوا ولا يجي يقولوا لنا شيء. الناس اللي خفت ومقروسه سحبت حالها وخجت وطلعت، وين مرميه؟ على شط البحر، على الرمل، فيش لا متوائلهم ولا طريق امنه ولا انه. قالوا لهم يوم حد ما سمعوا انه اجتياح رفع سحبوا حالهم وطلعوا هجوا. واحنا بنقول وين بدنا نروح؟ يعني انت تخيل انك تكون اول شيء نازح من، تخيل انك انت تكون في البدايه نازح من غزه، لجأت لخان يونس، ما بعد هيك هددوا خان يونس انت تروح على منطقه اللي بتدعي الاحتلال انه هي منطقه امان وتيجي على رفح. تخيل بعد ما تيجي على رفح وتقول هذه منطقه امنه، يصير القصف عليك من كل مكان وبيهددوا باجتياحها، هنا بتصير تقول انا بدي اروح هيك ولا بدي اروح هيك. فلما فيش امان، لا انت عارف بدك تروح على مناطق الوسط اللي هو دير البلح، البريج، المغازي، ولا هو المفر الاخير اللي ما فيش غيره اللي هو سينا. فانت بدك تنجو اطفالك يعني بروحكم، يعني اي خيار كله سوداوي، ما في خيارات ايجابيه، يعني اي مكان حتروحه حتى لو قال لك هذه المنطقه امنه، لو راح تلجا لها برضه حيستهدفك فيها. فكل الخيارات للاسف الشديد يعني خيارات سيئة، خيارات كلها موت، خيارات سوداوية، فللأسف وين بقولوا بدهم يروحوا الناس أنا حكون معهم.